الزلم يجي لعندي خليه يطير. وين حيجوني؟ يس وين يسدي؟ يا اروح اروح. والله تسوى حياتهم، والله والله تسوى حياتهم. السلام عليكم اخوات، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، وياكم رايد من جديد. اخواتي اليوم جبتكم فيديو يختلف عن الفيديوهات اللي مضيت. كثير ناس بالتعليقات كتبت مني انه رايد نزلنا سول سكواد شرح، وما حبيت اخجل ابدا. في كثير منكم اساطير وما بيهتم لها انه تشرح او شيء، يعني ما هو ناقصه شيء، اما انا حبيت اقدم شيء يعني مستفاد مع بعض فيه، فهمتوا كيف؟ وكان جيم سولو سكواد جبت فيه كلات، ما بدي اقول لكم شو كلات مشان ما تنصدموا، قلت منور حبيبي والله. اخواتي وتقييم الكونكر لا تنسوا، تقييم الكونكر يعني تقييم كثير عالي، 5000 وكذا وكذا، وهيك على حركات الحاجات الحلوه جدا. اخواتي اذا عجبكم الفيديو اتمنى دعمي بلايك، خلينا نوصل شد نوصل للرايد 3000 لايك، وانتم كريمين انا بستاهل، احلى شباب ومشاهده ممتعه. اصف اصف المكلارين، بطل يشوفني هو ليد ليد هو خايف اشوف ليد احسن. صوت ضرب راي بسرعة اثنين، طير عم يطير عشت، خليني لوتو على السريع. هذا هلا نزل المعفن هو اللي قلب يعني السكواد وينهم. اخذ كفر بالتلة، حلو كثير، هون في تلة صغيرة. اوف حط كفر، لا ما اخذ كفرات، لا 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 ضيعته. اني راح تولع او ند ضل فاهمني، خليني ويسا هاد ولا بدها اياها يعني. ولا قنبله افتح هاي اللعب، الله لا يوفقك الهي على ند. والله اربعة شي فاخر الاخر، لا خليني وقوه نط يسار. طيب والله جاني يمين، خليني احضرها عشان ما اشوف اليسار. منور علقت جوتني ولي ولي بدي رقصة، والله بدي رقصة. اخواتي سحبته، انسحب سحب سحب ورواه، يعني هن اجوني حطيت كفرين مشان اليسار يعني اضمن الفايت منيح الي. يا قاعد معلم شو الدنيا ضايعة، هلا انزل واحد سمع صوتي ابدا، اجى من برا وضايع حبيبي والله. اجى واحد تاني ابلع، وين اصحابه؟ خليني هي بكي يطلع ويجي في اصحابه على الجبل، بس بظن لو في اصحابه كان ضربوني اقل شيء. المفروض يترك اصحابك. شو هالصوت؟ هاد النوب جليتش البيض بعد المود. قل لي حبيبي والله يا ابني يا ابني يا ابني يا ابو شباب والله يا ابني. اذا تراها مشي العاب شيلني. السلام عليكم. ديك هذول صعبوا هذاك ما عرفت. معلش لحظة دقيقة على الكيل، لان هذا الكيل حاسه شلون وصل
تقييم الكونكر معنا، شلون عم يرفع كونكر مع الكونكر؟ لازم عم يطيروا والله، يبين عليه معري يمشي له قدم عليه. اوف 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 شباك. سيارتي فيها حماية ما فيها يضرب. لا والله الله لا يوفقك. لا سيارتي صعب واحد يجيبها لاني بس من اطراف من قدام صعب. يا عمري انا وين جاي؟ انا حاطط باب الشرطي. لازم يبلع ند. لا لو شو الناقه هاي حرام. يقول لي حبيبي والله يعني هذا فتت على البنايه لقيتها مكمر لي بالزاويه ولا عم يتحرك ولا عم يتحرك يعني هذا بضاوي. ويليك دمي ما بش تصاحبه هي على السريع. بلا حي بلا حي بلا حي هلا فين لو ماني مهيل كان متت. ما هيك لو ماني مهيل كنت متت. لو ماني مهيل كنت متت. اوه فوقي جت فوقي. الحد صوبة لشو هاد يطلع لي الدرع. ايه الدرع فارق خالص. صوت هرم بعيد عم يضربون كل اللي فوق. اه صوت قوم. اه سيارة شو هاي؟ اه وقفت جنبي مش بعيد جنبي. اوه حاطين اخذ سيارتي. لا ما عندهم. لا 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 وين راحوا؟ هذول فروع سكين. هاي جاني كل حلو. لازم تجيب الحضن هاي. لما قلت هيك قلشت. طير. اوحى والله لازم يطير. والله لازم يطير. هند يعني عن جد هند لازم يطير والله. يلا. واحد روحي سعدين والله حميت عرفت راح يطير. هاي يكون مسكر الدرجة. ما عرفت ما الغير اطلع من ورا. ما الغير يبشيني. عليكم تريرين. عليكم سناقلت. والله الوضع ما يطمن. ليك العدد اي هاد كفرين حبيب والله. مش يسار فينا. ما فيني فين شو ما بشوفه. هدول فوق يمين فيه عنده اوم او ما بعرف منين سمعت صوت ضرب اوم. انا نسيت هلا. هون موقع انا كثير حلو تعرفوا ليش؟ طرف زون وحاطط كفرين. دمه نو. انا حاطط كفرين تمام. اليمين ما بشوفوني ها واليسار ما بتشوفوني. في تله وما استلم طرف زون وراي زون يعني وراي زون. ما في حدا يجي يجيبني وكله على 24 وحبيبي والله. الوضع ما يطمن. يلا سكر زين حلو كتير. اخوات الجيم لازم نجيبه. لا
يعني حرام الجيم يضيع مني والله. سولو سكواد تقييم تقريبا كونكر ما كملت لاني ما بتعرف ايش يصير. طلعوا 6 ضدي تمام، اما يعني تخاف لا يجي من يمين، لا 5 ضدي، تخاف يجي لك من اليمين، اللي يجي من الشمال، اللي يجي من ضدك. هلا هاي اي واحد راح يكون بدالي راح ينبطل بالحشيش، اما لا انا ليك انا بفتري مش ولا حتى استطلع اشوف وين العالم وين في ناس، بضل اطلع يمين شمال فوق اشوف وين في ناس وين فيني شيل كل، يا ما هلا 20 كل، كل كل باخده فيد مشان نقاط مشان قصص فيها حركات. وحبيبي والله الوضع ما يطمن، ليش ما طلعنا احلى شال بعض حلو كثير، ما فيني غدر ما فيني غدر شالوه يا واضل. يلا طزي 3 ايزي ايزي، معلش 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 بلحق بلحق. هلا سكر الزون ممتاز، اوه ليك الزون وليك البينج ليك حياتي. اه نزل اظن في 2 لسه مو سكواد هدول، لو سكواد كان مشوا علي لو سكواد اهلكم هدول سكواد مع بعض كان مشوا علي، لان ضل نضل واحد، اما بظن واحد لا هدول 2 ضد واحد وانا، يعني ضلوا 2 وانا وواحد لسه سوري اكيد اكيد، يعني ما في داعي احط الكفر يمين، ليه ما نحط داعي؟ وثلاثة متال الزول حلو كتير، ايش تتوقع اجيب الجيم اللي اخسره؟ اجيب الجيم اللي اخسره لاني حرام اخسر والله حرام، ايزي كتير ضلوا 3 ضدي، اما 3 يعني هدول 3 وصموا دول الاخير اكيد لعيبه، ما في بوت شال واحد لازم الحقنا. لا لازم جيب حدا منهم، عشت 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 هذه يمكن ورا الشدرة لو نشرب الريد لازم يطير واحدة ثانية بس اخليه بعد الشجرة كمان ما طار. طب سوني ند وين راح؟ يمكن يكون راي اه ليكو يمين سوني، بس خليني بشله، لا غلط البشي سوني، خلي سكر الزون اشوف وين راح يسكر، خلاص خليه بالشلو احط الدرع نيد بطير، لازم لازم قبل ما يهيل دمه اشوف النيد لازم يطير فيه، اذا ما طرت بهدلنا. جي جي يا عمري جي جي يا حياتي، انت قلت وين طاحش حبيبي والله على زلمه والله ايزي 22 كيل تقييم ايس ماستر ولك عوش تقييم 5000، يلا كفو والله كفو، لاني السولو بتقييم هيك تقييم عن جد يعني، وانا ما وعلى فكره ما زلت انا فوق صفر كيل، يعني نزلت فوق صفر كيل ما جبت ولا كيل فوق حبيبي والله.